وحول الدعم الجديد للمملكة للشعب اليمني بمبلغ 500 مليون دولار، يلتحق بنا الآن من جنيف مدير الإعلام والاتصال في البرنامج السعودي للتنمية وأعمار اليمن السيد عبد الله بن كدسة. أهلا بك سيد عبد الله. إذا المملكة تؤكد مجددا بأن إعمار اليمن من أولوياتها، ما الذي يمثله سيد عبد الله هذا الدعم الجديد الذي يقدر ب 500 مليون دولار؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدعم ياتي يعني امتداد الحقيقه لدعم سخي تقدمه حكومه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ بدايه 2015. الحقيقه المملكه العربيه السعوديه تدعم اليمن عبر المنظمات الانسانيه وعن طريق ايضا الحكومه الشرعيه، ومباشرة قامت المملكة بدعم البنك المركزي، قامت المملكة أيضا بعمل كثير من المشاريع التنموية. بدأت المملكة الحقيقة في مشاريع إعادة الإعمار في الكثير من المحافظات اليمنية، في حتى يعني في الفترة الحالية قامت المملكة بعمل كثير من المدارس، من المستشفيات، من الطرق، من البنية التحتية. المملكة اليوم تدعم العملية الإنسانية في جنيف مع مجموعة الحقيقة من الدول بدعم سخي، إيمان منها الحقيقة بالمسؤولية باتجاه المجتمع الدولي واتجاه الأخوة والأشقاء الموجودين في اليمن. نعم سيد عبد الله، لو أردنا الاستيضاح أكثر حول كيفية وصول المساعدات إلى المحتاجين، كيف هي الآلية في ذلك؟ اليوم المملكة تدعم بشكل مباشر وعن طريق المنظمات الدولية. عن طريق المنظمات الدولية يتم التنسيق والترتيب مع الأوتشا، مع مجموعة من المنظمات الدولية لإدخال المساعدات عبر المنافذ البرية والبحرية. بالنسبة للنوع الثاني من الدعم فهو يقدم كذلك بشكل مباشر عن طريق مركز الملك سلمان وأيضا عن طريق منظمات أخرى يعني محلية، وبالتالي الدعم الإنساني يصل لكل أرجاء اليمن ولكل اليمنيين سواء بطريقة مباشرة من المملكة العربية السعودية يعني كمركز الملك سلمان أو عن طريق المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها. نعم، نلاحظ سيد عبد الله بأن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة اتهم الحوثيين بنهب المساعدات، إذا كيف يمكن تفادي هذا الأمر ووصول المساعدات إلى مستحقيها؟ ما في شك هذه التجاوزات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مرصودة ويشتكي منها المجتمع الدولي بشكل عام، ولكن يقوم الحقيقة المبعوث الأممي بجهود تدعمها المملكة العربية السعودية، نحاول أن نصل المساعدات إلى جميع مستحقيها وإلى جميع من يحتاج هذه المساعدات بكل الطرق، ولكن فعلا لا يزال إلى اليوم الميليشيات الحوثية ثغرة أو عسرة في إيصال الكثير من المساعدات الإنسانية داخل مناطق القابعة تحت احتلال الميليشيات الحوثية. أشكرك. إذا كان معنا من جنيف مدير الإعلام والاتصال في البرنامج السعودي للتنمية وأعمار اليمن السيد عبد الله بن كدسة، شكرا جزيلا لك.